أغلبهم من أربعة أشطر. الأشطر الثلاثة بها كلمة بأخيرها متحدة بالحروف مختلفة بالمعنى وتسمى الجناس. والشطر الرابع ينتهي أما بالباء أو الألف المقصورة أو الألف الممدودة. والعتابة طبعا هذه ينظموها بالعراق، وأهل العراق يعني مبدعين بيها، وهي موطنها بالمغرب. فمن يقول له الواحد يعني عتب يقول له بالله غرب غرب. فالعتابة هذه كل عتابة لها قصة، وقصة عتابتنا اليوم هي قصة علي الحمد وأخوه حسين الحمد. علي الحمد عنده أربع ولد، والولد ذولا كبروا ماتت أمهم، فتزوج علي الحمد مرة، فالمرة طبعا لها صير مرة أب لهالولد ذولا. فهالمرة أب كرهتهم لهالولد كراهية كبيرة، لكن هي مو كل مرة أب هي تكره ولد رجلها، أكو مرة أب إعدال الأماية، لكن هذه كرهتهم فتكراهية كلش. فالولد يروحون يركبون الخيل مالهم ويروحون يصيدون، فهي سوت ياخذون المتاع وياهم، دست بالمتاع سم حتى تتخلص منهم. فالولد راحوا بعد ان صادوا وهذا وتعبوا قعدوا دا ياكلون، واذا ورا الاكل كلهم ماتوا. فبقوا الاب ينطرهم ثلاث ايام اربع ايام ما جو يعني، فظل باله على ولده. راح على اخو حسين الحمد، قال له لحسين الحمد يا بتر ذولا ولدي راحوا بعد ما جو، امشي ندور عليهم. ركبوا خيلهم ومشوا بهالصحراء هذه، يندل مكانهم وين يصيدون. فمشوا عن بعد علي الحمد لقاهم نايمين، عرفهم بانهم ميتين. فقال للاخو قال لي شدوا من سبايا الخيل همل، همل يعني تركب خيل الهمل تركب، يشدوا من سبايا الخيل همل وعليهم يا دموع العين همل انزلي، ترى يا حسين الحمد ذولاك همل لبراس العيس ناموا للضحى. المنطقه هناك يسموها راس العيس. فهسه طبعا راح نغني العتابه، والعتابه هي نغمتها من مقام البيات. يشدوا من سبايا الخيل همّل همّل وعليهم يا دموع العين يا يابا همّل همّل حسين الحمد ترى يا حسين الحمد ذولاك هم البراس العيس ناموا ليل ترى يا حسين الحمد ذولاك هم البراس العيس ناموا للضحى